يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة عندنا فقرات كتير مهمة هنتكلم من خلالها على كل الأمور اللي تتعلق بمختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده، كل جديد يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي وبداية الاستعدادات الجادة لمواجهة الداخلية المقبلة في بطولة الدوري يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى في الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ويختم المرحلة الأولى في بداية الموسم بشكل يكون أكثر من رائع، بعد ما قدرت أن أنت على الصعيد الإفريقي تقدر أن أنت تفوز ذهابا وإيابا وتتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي أكيد بيستهدفها بشكل كبير جدا جدا النادي الأهلي، أو حتى على الصعيد المحلي في شقين، الشق الأولاني بطولة الدوري، وقدرت أن أنت تقدر تفوز في أول مباراتين وكمان داخل على مباراة السوبر، قدرت من خلال أن أنت تفوز على نادي الزمالك، فبالتالي تختم المرحلة دي كلها من خلال الفوز على الداخلية بإذن الله يوم الأربعاء. فعندنا كلام كتير جدا على الاستعدادات المهمة لهذه المباراة. دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا وتفاعلكم من خلال سؤال حلقة النهاردة ومن خلال برنامج الترند والحلقات المختلفة. فخلينا نسأل حضراتكم توقعاتكم ايه لتشكيل الاهلي في مباراة الداخلية يوم الاربع باذن الله في الدوري. هناخد تفاعلكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وكالعادة في الجزء الاخير هنقرأ كل تعليقاتكم. البداية دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الداخلية. وكمان محمد عبد المنعم يجري جراحة الأنف بنجاح. وأخيرا فيتوريا يستقر على عودة السولية وأكرم توفيق للمنتخب. طيب، كلها اكيد اخبار مهمه وهنتكلم عن تفاصيل كتير جدا تتعلق بها. خلينا بس نتكلم عن اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات. والنهارده في الحقيقه عندنا فقرات كتير جدا، كلام مهم بالتحديد فقره الترند وهنتكلم فيها عن جوانب مهمه جدا سواء ايجابيه او سلبيه. بس خلينا ننتظر الفقره دي ونقول اهم مباريات الدوري المصري النهارده نبتدي بيه. النهارده في ماتش الاتحاد مع الطلائع، مباراه بتتلعب في الوقت اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم، والتعادل ما زال سلبيا او ابتدى الساعه 5 الماتش. طيب، التعادل سلبي بدون اهداف بين الفرقتين. الساعه 7 ماتش تاني في الدوري المصري ما بين المقاولين وفاركو، مباراه ايضا هتكون قويه جدا. اما مباريات اليوم في الدوري الاسباني واخر مباراه في هذه الجوله، إليتشي مع ختافي الساعه 10 بالظبط، مباراه اكيد مهمه في الدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي فهيلاس فيرونا هيلاعب روما الساعة 7:30، ومونزا هيلاعب بولونيا الساعة 10:15. دي أهم وأبرز المباريات في الدوري الإيطالي أو مختلف الدوريات بشكل عام النهاردة. طيب، خليني قبل ما أطلع الفاصل أتكلم عن منتخبنا الأولمبي، وبعد كده هستفيض في الحديث عن نادي الأهلي وبعض الجوانب والأمور المهمة جدا. لكن امبارح منتخبنا الأولمبي أكيد بنبارك لنفسنا التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة ل بطولة الأمم الأفريقية لمنتخبات تحت 23 عام اللي هتقام في دولة المغرب الشقيقة. امبارح كان فوز مهم جدا على سواتيني، وكان مجموع الماتشين هي نتيجة 1-0 بهدف أحرزه أسامة فيصل امبارح. ومباراة كانت مهمة، لكن منتخبنا ما كانش في أفضل حالاته في الحقيقة، ولسه هم محتاجين وقت كبير بصراحة. المعسكرات بتقام يعني بشكل صعب شوية، عدد من اللاعبين ما بيقدروش يضموهم بشكل أو بآخر بسبب ارتباطاتهم مع الأندية في الدوري أو في مختلف البطولات، فالأمور صعبة شوية بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، والشكل ما كانش قوي امبارح. لكن في بعض الجوانب المهمة، ويمكن أهم شيء طبعا أنك تأهلت وقدرت أن أنت تفوز على منتخب بالمناسبة كان جيد، منتخب سواتيني اللي تعادلت معاه هناك 0-0 وهنا كسبته في اسكندرية 1-0. بس من ضمن الجوانب المهمة أنا عايز أربط المباراة دي بالنادي الأهلي، لأن كان في دايما كلام يتقال أن مصطفى سعد مصاب، ومصطفى سعد بيستبعده كولر عشان مصاب وكلام من ده. الكلام ده مش حقيقة يا جماعة، مصطفى سعد
كان بيشارك مع منتخبنا الاولمبي، يمكن هو صفقه جديده بالنسبه للنادي الاهلي، لسه جمهور الاهلي ما شافوش بتيشيرت النادي في اي مباراه رسميه بسبب معسكرات المنتخب الاولمبي، بسبب ان هو لسه ما لحقش يتمرن مع كولر بالشكل الكافي. لكن انا عايز اقف عند مستواه امبارح بصراحه، لان كنت حريص جدا ان انا اتابعه واتابع كل لاعبي النادي الاهلي ومنتخبنا طبعا اسنده من خلال هذه المباراه. لكن كان عندنا طبعا في مغربي لاعب، وكان في رأفت خليل موجود على الدكه، وكان في مين تاني، كوكا لعب وادى ماتش كويس، محمد اشرف كذلك، وايضا مصطفى سعد اللي شارك في هذه المباراه بشكل جيد، وحمزه علاء كان حارس المرمى كمان. مصطفى سعد ادى اداء اكثر من رائع ما شاء الله، ولد عليه رجل شمال كويسه قوي قوي بصراحه، سواء بخصوص التصويب، التمرير، الدريبلينج، حاجه مميزه. اللاعب عنده 21 سنه تقريبا، مستقبل كبير للكره المصريه وباذن الله كمان للنادي الاهلي، فبطمن جمهور الاهلي على اداءه. واعتقد ممكن ناس كتير تكون اتفرجت على المباراه طبعا بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي. وصفقه من ضمن صفقات الاهلي القليله لكن اللي هتكون مؤثره، لكن احنا لان احنا زي ما احنا عارفين الاهلي دايما لما بيجي يدعم بيختار العناصر اللي تقدر تسد ثغراته وفي نفس الوقت يستفاد منها بشكل كويس. شفنا مثلا برونو سافيو وشادي حسين بيشاركوا بشكل اساسي مع النادي الاهلي في كل المباريات تقريبا، يعني بالتحديد برونو سافيو، وشادي برضو لعب ماتشات كتيره كاساسي، والماتش الاخير في السوبر كانوا مؤثرين جدا الثنائي، فاثنين جم في ال11 عندك جم يضيفوا لك، دي حاجه ايجابيه. ان شاء الله مع الوقت كمان مصطفى سعد يكون على نفس المنوال ونفس الاداء اللي قدموه الثنائي ويكون اضافه بالنسبه للفرقه. لكن الاهم طبعا بالنسبه لنا كلنا ان منتخبنا تاهل بفوز عن طريق هدف اسامه فيصل والتاهل لمواجهه زامبيا. الماتش هيبقى صعب جدا في اخر مرحله من التصفيات قبل ما تتاهل لبطوله الامم الافريقيه في المغرب، واللي منها باذن الله واحد احد يقدر منتخبنا ان هو يتاهل لاولمبياد باريس 2024. ان شاء الله باذن الله نكون موجودين في الاولمبياد دي ونقدر ان احنا نقدم اداء جيد جدا. دي جزئيه مهمه حبيت ان انا ابتدي بيها الحلقه، بس عندي الاهم كمان واكتر من نقطه هنتكلم فيها، بس استنونا بعد الفاصل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نبتدي بخبر مهم جدا، وهو خبر محمد عبد المنعم احد ابرز المدافعين في الكره المصريه وفي افريقيا بدون مبالغه وجهه نظري بصراحه. المدافع مميز جدا ولعيب راجل، كنا عارفين طبعا ان هو تعرض للاصابه في الانف للمره الثانيه بعد تدخل كان مع ايفونا في مباراه اسوان وبالتالي اتصاب، لكن تحامل على نفسه قدر ان هو يلعب بمنتهى الرجوله والاداء المميز جدا في مباراه الزمالك، وكان احد ابرز عناصر النادي الاهلي اللي ساهمت في الفوز على الزمالك بنتيجه 2-0 والتتويج بهذا اللقب. فالنهارده اجرى الجراحه الخاصه باصلاح اعوجاج وكسر في الانف، اجراها بشكل ناجح جدا تحت اشراف احد الاساتذه المتخصصين في جراحه الوجه والفكين، وهيرجع للتدريبات بشكل منفرد بعد 5 ايام بالظبط من دلوقتي. يعني عد 5 ايام من دلوقتي يبتدي يخش في تدريبات منفرده، وبعد اسبوعين بالظبط ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه مع الفريق بشكل طبيعي. فبالتالي المؤكد خلاص طبعا، وده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم اكتر من مره، ان محمد عبد المنعم نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني المصري هيغيب عن مباراه الداخليه، ومش هيكون هو بس اللي غايب، هيكون هو وديانج وطاهر، هو وديانج طبعا للاصابه، طاهر للايقاف، فبالتالي الثلاثي ده هيغيب عن النادي الاهلي في مباراه الداخليه ان شاء الله يوم الاربع المقبل، ومباراه هتكون غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها ويقدر يفوز ب3 نقاط مهمين جدا في بدايته ببطوله الدوري. لكن انا لسه مع خبر محمد عبد المنعم، وفي الحقيقه لما يكون في حاجه ايجابيه لازم نتكلم عليها ولازم نقف عندها. يعني احنا مش بنتكلم بقى على السلبيات بس او نطلع لازم ننتقد وكلام من ده، لا، الايجابي لازم نقف عنده ونبني عليه. لان في الحقيقه النهارده زياره امام عاشور، وهي زياره تعتبر طبعا طبيعيه بحكم ان هم زملاء في منتخب مصر، لكن في ظل الشحن اللي ساعات البعض من لاعبي كره القدم بيساهموا فيه عند الجماهير، لا، لازم نقف عند الصوره الجميله دي. صوره حلوه من واحد من نجوم نادي الزمالك اللي هو مين؟ امام عاشور. هو مش نجوم نادي الزمالك بس، لا، ده واحد من ابرز اللاعبين في مصر، لعيب تقيل قوي، ولعيب كان واخد سكة في الأول مش حلوة، تمام؟ سكة الشغب والشحن والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وبعد كده دماغه اتظبطت بصراحة بقاله فترة،
شفنا لقطته مع وليد سليمان بعد المشكله اللي كانت حصلت ما بينهم في ماتش السوبر، وبعد كده راح باس على دماغ وليد سليمان، وبعد كده شفنا لقطات محترمه جدا منه المباريات الاخيره ما بين الاهلي والزمالك، ما كنتش بتشوف منه اي خروج عن النص خالص خالص. تمام، النهارده كمان بيروح ويزور محمد عبد المنعم في المستشفى بصوره بنشوفها هو بينزلها على حساباته الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، فحاجه لازم نقف عندها ونشيد بيها، لان هو ده المطلوب يا جماعه. في الاول وفي الاخر الناس دي بتلعب مع بعض في منتخب واحد، الناس دي صحاب. اه بيبقى في منافسه قويه جدا في الملعب، وكل واحد بيموت نفسه علشان فرقته عشان جمهوره وكلام من ده، لكن بعد ما الماتش بيخلص خلاص احنا صحاب واحنا حبايب ومفيش اي مشكله خالص، وهي دي الرساله اللي لازم توصل للجمهور، وهو ده المثال اللي لازم نبرزه بشكل كبير جدا. صوره زي دي ما بين امام عاشور ومحمد عبد المنعم صوره مهمه جدا، يا ريت تجيبوها لنا تاني ونقف عندها، لان حاجه زي كده لازم نركز عليها. صوره حلوه ويعني تبين قد ايه العلاقات بتبقى كويسه جدا ما بين اللاعبين، وان المنافسه بس بتبقى في الملعب. المنافسه بس بتبقى في الملعب، نجم كبير زي محمد عبد المنعم عنده جراحه اجراها وكلمنا عن الخبر ده، ونجم كبير زي امام عاشور موجود في المستشفى بيزور محمد عبد المنعم، فحاجه كويسه للغايه. لكن خلي بالك بقى، الصوره زي دي، الصوره اللي زي دي ما ينفعش تعدي كده، لا ده لازم نقول ان هي درس، درس للاعب بعينه او اي لاعب يحاول ان هو يثير الجماهير. بص شوف الاحترام والادب بيبقى عامل ازاي، بص شوف العلاقه المفروض بتبقى عامله ازاي، لان للاسف الشديد في بعض اللاعبين بقى مرتبط تواجدهم في مباراه القمه بازمه، بمشكله للاسف. كل ماتش قمه بعض اللاعبين، او مش عايز اقول بعض، يعني هو لعيب تمام مرتبط دايما ان هو موجود لازم يبقى في مشكله، لازم يبقى في مشهد مش مقبول بنشوفه. لكن الصوره اللي زي دي درس للاعب ده او لاي لاعب يفكر ان هو يشحن الجماهير ويثير الجماهير بامور خارجه عن النص، وده اللي احنا مش قابلينه خالص كلنا كجماهير للكرة المصرية بمختلف انتماءاتنا، لأن احنا يا جماعة عايزين ناخد خطوات للأمام ما نرجعش تاني لورا. عايزين الكرة في مصر ترجع بالشكل الطبيعي جدا، وأنا هقول لك نرجع بالشكل الطبيعي أو رجعنا بالشكل الطبيعي لما تكون المدرجات كلها ممتلئة عن آخرها. لكن طول ما في ناس بتحاول تعمل شحن هنفضل زي ما احنا كده محلك سر. فدرس مهم جدا من إمام عاشور لازم نحييه عليه ولازم نشكره ونتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله، لأنه لعيب كبير جدا وايضا اضافه مهمه لمنتخبنا الوطني. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم بتفاصيل كتير جدا عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه الداخليه. استنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلاص بقى صفحه السوبر اتقفلت، خلاص الاهلي احتفل، جمهوره ممكن يستمر في الاحتفال، هو حر، لكن الفرقه نفسها مركزه من ساعه ما نزلوا من الطياره هنا ووصلوا بالسلامه مباشرة على استاد مختار التتش، وأداء مران كان مهم طبقا لقرار كولر. امبارح كان أجازة، النهاردة استئناف الاستعدادات بالنسبة لمباراة الداخلية، فالكل دلوقتي بالتحديد أنا بتكلم على اللاعبين والجهاز الفني مركزين على مباراة الداخلية، لأن هي دي ثقافة النادي الأهلي. بتكسب بطولة بتكسب مباراة، ده خلاص أصبح في الماضي، بتركز في اللي جاي بقى، اللي جاي أهم بالنسبة لك، ده أمر مؤكد يعني. فأنت داخل على ماتش الداخلية، ماتش صعب جدا بالمناسبة، صعوبته إن هو جاي بعد بطولة، وصعوبته كمان ان انت بتلاعب مدرب مخضرم زي الكابتن رضا شحاته، واحد من اللي بيقدروا ان هم يلعبوا المباريات الكبيره بشكل مميز. تمام، فرقه الداخليه فرقه جيده، البدايه بتاعتهم مش ممتازه قوي في بطوله الدوري، وده ممكن يكون طبيعي لان لسه فرقه صاعده من دوري الدرجه الثانيه، لكن في نفس الوقت مستعدين كويس، عندهم بعض العناصر في الخط الامامي تحديدا عناصر كويسه جدا ممكن تتعب دفاع النادي الاهلي اللي بيغيب عنه كمان محمد عبد المنعم، لكن كده كده احنا عندنا متولي ما شاء الله، عندنا رامي ربيع، عندنا ياسر ابراهيم، عندنا كمان ايمن اشرف، اي حد هيلعب واي حد هيختاره كولر احنا واثقين فيه طبعا بشكل كبير جدا. فخلاص الحديث كله دلوقتي على مباراه الداخليه، ومهم قوي هيبقى شكلنا وحش قوي يا جماعه لو اتعادلنا او لا قدر الله خسرنا في الماتش ده، لا احنا عايزين نقفل المرحله دي على اكمل وجه بشكل مثالي بصراحه، تبقى بدايه اكثر من رائعه. فان شاء الله باذن الله التركيز كله منصب على هذه المباراه. الاهلي النهارده استأنف استعداداته من خلال مران صباحي الساعه 9 الصبح في استاد مختار التتش، وكان في تركيز كبير جدا على بعض الجوانب البدنيه وبعض تدريبات الكوره، وايضا بعض التدريبات اللي كانت في صاله الجيم،
وايضا بخصوص حراس المرمى تدريبات كانت مهمه جدا. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشه هي لقطات حصريه لمران الاهلي الصباحي كما هو المعتاد يعني. لكن التدريبات البدنيه كانت في الجيم الاول قبل انطلاق المران الجماعي اللي ابتدى باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين، واكيد كان في حديث يعني او تركيز على ان خلاص يا جماعه الصفحه تتقفل اللي فاتت دي، احنا بنركز في اللي جاي، والحديث عن بعض الجوانب الفنيه ده امر مؤكد. النهارده كمان كان في احتفال في بدايه المران بعيد ميلاد اندريس اندويا طبعا مخطط الاحمال للفريق. اللاعبون كمان يعني ادوا بعض تدريبات الكره المتنوعه اللي ركز عليها كولر والجهاز الفني، ومن خلال تنفيذ بعض الفنيات المحدده لكل لاعب طبقا للرؤيه الفنيه يعني. خاض كمان الثنائي اليو ديانج، واليو ديانج من الغائبين عن الاهلي في الفتره الحاليه بسبب الاصابه في العضله الخلفيه، قدامه اسبوعين تقريبا عشان يندمج وينخرط في التدريبات الجماعيه مع الفريق. رامي ربيعه كمان ادى تدريبات بدنيه في الجيم، وكان في جري حول الملعب سواء هو او اليو ديانج في او على هامش مران الاهلي النهارده في اطار البرنامج التاهيلي. اهو ديانج وربيعه قدامكم على الشاشه اهو في اطار برنامجهم التاهيلي المحدد لكل منهما. كمان رباعي حراس المرمى محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي طبعا، وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء ادوا تدريبات بدنيه وفنيه متنوعه تحت اشراف ميشيل يانكن مدرب الحراس. ويمكن الشناوي في الحقيقه لازم برضو نتكلم على عودته للمستوى بشكل مميز جدا من ساعه ما الموسم ابتدى. احنا فاكرين طبعا الموسم اللي فات فتره ما كانش موفق فيها خالص الشناوي قبل ما ياخد الراحه، بس الراحه دي فرقت مع النادي كله بصراحه يعني فبالتالي عاد الشناوي بقوه باداء مميز كالعاده وبمساهمه بارزه في مختلف المباريات اللي فاز فيها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. اتكلمنا على ديانج وصابته في العضله الخلفيه وتدريبات تاهيليه بيوصلها خلال المرحله الحاليه، واكيد هيجيب عن مباراه يوم الاربعاء المقبل باذن الله. يعني ده بخصوص بعض الاخبار والتدريبات الخاصه بالاهلي النهارده. بكره هيكون في مران الاخير بالنسبه للفريق وهيعلم من خلاله طبعا كولر القايمه، وبالمناسبه احتمال يبقى في تغييرات في التشكيل احتمال، يعني انا بقول لك يعني بنسبه تتعدى 50% بخلاف الغيابات الطبيعي جدا فهتغيرها، لكن ممكن تلاقوا غياب اخر او حاجه برضو هننتظر الامور تمشي ازاي، لكن لان احنا دايما بنتكلم في الاطار الرسمي. فايا كان احنا الحمد لله عندنا قائمه مميزه جدا من اللاعبين، واي حد هيلعب ان شاء الله باذن الله هيأدي بشكل كويس، ودي طبعا اخر مباراه قبل فتره التوقف الكبيره في الحقيقه، والاهلي ما لحقناش نشبع منه يعني. الاهلي كان وحشنا جدا، ابتدى يرجع وكمان مش بس يرجع لا ده ابدع وفرحنا بانتصارات مختلفه على مختلف الاصعده. فهنفتقد الاهلي تاني لمده شهر تقريبا بسبب ايقاف بطوله الدوري، وبعد كده يرجع ان شاء الله الاهلي يكون افضل كمان، لان اكيد هتبقى فتره مهمه للجهاز الفني هيقف فيها على اكتر من جزئيه مهمه تتعلق بالفريق في الفتره الحاليه وبمستقبل الفريق كمان في الفتره المقبله، ودي كلها ملفات اكيد يعني هيركز عليها مارسيل كولر المدير الفني المبشر جدا واللي ابتدى بشكل كويس جدا هذا الموسم مع النادي الاهلي. دي تفاصيل مهمه جدا كانت تتعلق بالاهلي النهارده واستعداداته لمباراه الداخليه. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نشوف ترند الاهلي وايه الاخبار واخر التفاصيل، ونبتدي بالوطن سبورت واللي بيتكلموا على كولر وانه بيسعى لتجهيز لاعبيه لتحقيق الانتصار الثالث بالدوري، وده طبيعي جدا. تجهيز ماشي بشكل كويس طبقا للخطه الموضوعه في الجانب التدريبي والبرنامج التدريبي بالتحديد، فمهم جدا يكون التركيز على المباريات الداخليه. واعتقد كولر الراجل ما بيهزرش في الشغل يعني حاجه بصراحه محترمة جدا، ويعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يستمر بهذا الأداء وهذه الكفاءة، ولسه كمان بدري لما ينسجم أكتر مع الفرقة نشوف حاجة أفضل كمان من كده. وعندنا طموحات كبيرة قوي قوي مع كولر وجهازه المعاون مع المجموعة اللي موجودة من اللاعبين، لأن هم أصلا أبطال كده كده حتى قبل مباراة السوبر ما كانوش موفقين الموسم اللي فات، لكن لعيبة كبار وجابوا بطولات كتيرة جدا ومهمة، مش أي بطولات يعني، بطولات قارية وميدالية عالمية أو ميداليتين كمان. فبالتالي عندنا مجموعة كويسة جدا من اللاعبين مع المدرب المحترم ده بجهازه المعاون، إن شاء الله الأمور تبقى أفضل كمان. فمهم جدا الفوز على الداخلية، إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويكون التركيز في أعلى معدلاته، ده مهم قوي. اليوم السابع كولر يطالب نجوم الأهلي بعدم الإفراط بفرحة السوبر للتركيز في الدوري،
ده طبيعي يعني، ده اللي احنا متعودين عليه اصلا في النادي الاهلي، وكولر مش محتاج انه يطالب اللاعبين بكده يعني. حتى اللعيبه نفسهم خلاص الفرحه خلصت، الموضوع انتهى، كسبنا السوبر، كسبنا الزمالك عن جداره واستحقاق، مباراه كانت كبيره، فبالتالي خلاص التركيز كله على التحدي القادم بالنسبه لك والمباراه المقبله. ولو انت فضلت تفرح لحد ماتش الداخليه يبقى هتخسر في ماتش الداخليه، يبقى انت مش مركز. ده مش في النادي الاهلي، ده احنا مش متعودين عليه في النادي الاهلي. فانت اكيد مركز في الماتش اللي جاي، فرحه فرحت انبسطت والدنيا كانت حلوه قوي، وليك حق انك تفرح كلاعب. طبعا طبعا عملت كل المجهود واديت باداء رجولي وكل التعليمات المطلوبه منك، الجمهور ليه الحق انه يفرح، لكن دايما لازم يبقى في فصل ما بين تحدي خلص وتحدي مقبل، فصل كمان ما بين فرحه الجمهور واستعدادات اللاعبين للمباراه المقبله. وانا واثق جدا ان الفصل ده موجود في النادي الاهلي، واحنا دايما متعودين على القصه دي. في انديه مثلا يعني ممكن منهم الاهلي يقع في الفخ ده، ان هو بسبب الفرحه وبسبب بطوله لسه كاسبها فيخش على الماتش اللي جاي التركيز قليل ونوع من انواع الثقه الزائده على اللزوم والتهاون، فبالتالي تلاقي نفسك ايه اتعادلت مثلا لا قدر الله او خسرت. فمهم قوي انك تحاول في بدايه الدوري ما تفقدش نقاط وتكمل انطلاقتك الممتازه في الموسم باذن الله تعالى يعني. فاللاعبين اكيد مركزين طبعا، ودور الجهاز الفني اكيد مهم في جزئيه زي دي. المصري الرياضي بيتكلموا على ان في منافسه ثلاثيه على او ما بين ثلاثي الدفاع، عشان يعني يقرر كولر مين اللي يعوض غياب محمد عبد المنعم المؤكد عن المباراه بعد اصابه الانف وبعد الجراحه اللي اجراها اليوم بنجاح. فالمنافسه هتكون ما بين رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. مفيش اي اختلاف على الثلاثي، الثلاثه لعيبه تقيله. ممكن البعض مننا مثلا يقول لك لا ياسر افضل، البعض مننا يقول لك لا ايمن افضل، البعض الاخر يقول لك ربيعه افضل. فمين اللي يقرر؟ كولر. الثلاثه ما شاء الله كويسين جدا، الثلاثه رامي مثلا الموسم اللي فات انهى بشكل ممتاز، ايمن اشرف خبرات كبيره جدا، ياسر ابراهيم قدرات عاليه قوي. فالحمد لله في ثلاثه اي واحد فيهم يعوض محمد عبد المنعم طبعا، كلهم بيكملوا بعض ومفيش حد فارق في المستوى عن الثاني، فبالتالي المنافسة مهمة جدا ومطلوبة، لكن القرار في الآخر عند كولر، فإن شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى لأي لاعب بيشارك كل التوفيق. طيب اليوم السابع بيتكلموا عن غائب آخر عن مباراة الداخلية من النادي الأهلي، وهو طاهر أحد أبرز العناصر في الفترة الحالية بالنسبة للنادي الأهلي. والله العظيم أنا فاكر كويس جدا قبل بداية الموسم، وكنا في حلقة من حلقات الترند، وكان معنا عنوان من العناوين المقررة اللي كانت كل يوم بتتقال ان في اتجاه لرحيل طاهر، محمد طاهر على الاهلي. كنا بنطلع نقول لحضراتكم يا جماعه مفيش والله الكلام ده، طاهر ايه اللي يمشي. وفي ناس كمان وفي اخبار، لو يعني كنت فاكر قبل الحلقه كنا جهزناها لحضراتكم وفكرنا حضراتكم بيها، كان ناس بتجزم ان كولر مش عاجبه طاهر وعايز يمشيه، زي ما في ناس قالت لك ايه برونو سافيو في ماتش ودي مش عارف بتاع بتروجيت ولا اللي كان بعد بتروجيت، تمام، في الماتشات الوديه كان ماتش اسوان، مفيش قناعه بيه، وكولر بيقول لك ايه اللعيب اللي انت جايبه ده؟ جه برونو سافيو ولاعب الموقوف وجاب جون في الزمالك وبيأدي باداء مبشر جدا، مبشر لسه قدامه كتير. فالاخبار احنا دايما بنحاول نقول لحضراتكم بالظبط التفاصيل المهمه جدا والواضحه وبشكل صريح للغايه. الناس كانت بتتكلم عن طاهر هيمشي، تعال اتفرج على طاهر، شوف طاهر بيعمل ايه في الملعب، شوف امكانيات طاهر وقدراته البدنيه والتكتيكيه العاليه جدا ومدى قناعة كولر بيه. فطاهر طبعا غيابه يعني خسارة بالنسبة للنادي الأهلي، لكن أكيد في بدائل مميزة جدا تقدر تعوض طاهر، أبرزهم طبعا حسين الشحات اللاعب الكبير جدا، حسين الشحات اللاعب الكبير جدا واللي فيه قناعة بإمكانياته، تمام، وفي كواليس فنية تتعلق باستبعاد حسين الشحات في مباراة السوبر. مش هنتكلم او احنا المنوطين ان نتكلم على الكواليس الفنيه، مش تقليل من امكانيات حسين الشحات، على قد ما هي كانت رؤى من كولر تحسبا لظروف مختلفه في المباراه فاختار بدائل معينه، ويمكن غياب ديانج المؤثر هو اللي خلى يبقى في تفكير مثلا ان فخري هو اللي يبقى موجود في القائمه على حساب حسين الشحات. هل ده معناه، خلي بالك لان الكلام منتشر دلوقتي كتير جدا، هل ده معناه ان كولر مش مقتنع بحسين الشحات؟ لا، ده حسين الشحات لعب المباراه اللي قبليها، كان لعيب اساسي في الملعب. فالناس يا جماعه دلوقتي هتبتدي تتكلم وتركز على حسين الشحات لاغراض معينه، ما تدوش فرصه للكلام ده، اسمع مني. فحسين الشحات او بيرسي تاو اي واحد فيهم هيلعب مهم جدا، ان شاء الله يضيف بالشكل الكبير اللي هيكون موجود مكان طاهر في المباراه دي يعني.
طيب ده بخصوص الخبر ده. نروح لسبورت 360 على تويتر، واللي بيتكلموا على اربع مباريات وثلاثه اسيست، ده مميزه جدا لطاهر محمد طاهر مع مارسيل كولر، والبدايه بتاعته كانت باينه كمان المباريات الوديه، كان جاب هدف من ضربه حره مباشره في المباريات الوديه، فهو واضح كان مركز وبيجهز نفسه بشكل كويس جدا لبدايه موسم تكون جيده. وفي الحقيقه يعني بدايه حلوه قوي بصراحه طاهر، الاهم طبعا الاستمراريه شويه على نفس المستوى وبعض التطور في بعض الامور المهمه، لكن لعيب مهم جدا في خطه كولر، واكيد في سعاده كبيره عند جمهور الاهلي بمستواه في الفتره الحاليه. كره 11 بيتكلموا على من اجل حصد البطولات القادمه، الاهلي يضع خطه جديده من اجل تحفيز اللاعبين بعد مباراه السوبر، يعني مش عارف قصدهم يتكلموا مثلا على لائحه او يتكلموا على جوانب اخرى، مش قادر افهم يعني، حتى ما فيش متن للخبر عندي، لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل جيد ومستقر جدا داخل النادي الاهلي، وكل واحد عارف يعني دوره كويس وواجباته بشكل مميز. وانا بشوف ان لعيبه النادي الاهلي عندهم تحفيز او حافز كافي قبل انطلاق هذا الموسم لتعويض الموسم الماضي اللي ما كانش موفق فيه الفريق، انه ما قدرش ان هو يفوز باي بطوله لاسباب مختلفه تتعلق بالفريق نفسه وتتعلق بعوامل خارجه عن الاراده. فبالتالي انت عندك اهم حافز ان انت ازاي تقدر تدافع عن اسمك وعن مسيرتك مع النادي الاهلي وتفرح كمان جمهورك، فالامور طبيعيه للغايه. اخر خبر معانا وده مهم بالمناسبه، وده من حساب كوره بلاس على تويتر، بيتكلموا تصريحات للحاج عامر حسين اللي بيقول ننتظر تقرير حكم مباراه الزمالك والاهلي تطبيق العقوبات. كلنا شفنا زي ما اشدنا مثلا بلقطه امام عاشور في اول الحلقه، بس شفنا برضو حاجات خارجه عن النص وسلبيات، زي ما كان في ايجابيات مثلا اللقطه بتاعت مؤمن وشيكابالا وكابتن سيد عبد الحفيظ وكمان من ده، دي ايجابيه، بس في المقابل كان في لقطات سلبيه برضو ما ينفعش ان انت تعديها كده، فاللي غلط يتعاقب، يعني اللي غلط يتعاقب. انا بقى الجزئيه هنا المهمه بالنسبه لي، هو لازم ان احنا نستنى تقرير الحكم عشان ناخد قرار في حاجه الفيديوهات كلها موضحاها؟ لا طبعا، فين لجنه الانضباط؟ لجنه الانضباط مش شرط تستنى قرار الحكم او تقرير الحكم، حلو، لازم ان هي تاخد قرارات تعاقب بيها الخارج عن النص، اي حد بقى خرج عن النص لازم يتعاقب، لان في الاول وفي الاخر احنا ما بنقبلش اي حد من الجماهير بمختلف الانتماءات ما يقبلش ان هو يشوف صوره زي اللي احنا شفناها بعض اللقطات السلبيه في مباراه السوبر، وللاسف بتتكرر تمام. المهم ان انت لما تيجي تاخد قرار بالعقوبه يبقى قرار من غير اي نوع من انواع التوازنات عشان تبقى العقوبه رادعه، تمام، عشان اللي غلط يتعاقب فما يكررش الكلام ده، رغم ان في ناس اتعاقبت كتير قوي برضه بيكرروا الكلام ده، فاكرين نفسهم اكبر من الجمهور ومش عارف ايه والكلام من ده. يا جماعه في رساله مهمه جدا، الجمهور ما تقدرش تتحكم فيه، رغم ان احنا ابدا ما نقبلش اي تجاوز من الجمهور من اي جمهور في حق اي لاعب من اللعيبه، ده امر غير مقبول بالمره، غير مقبول بالمره، لكن مع ذلك انت تقدر تتحكم في انفعالاتك انت كفرد، تقدر ان انت يكون عندك ثبات انفعالي مميز، لكن ما تقدرش تتحكم في جمهور، ودي الرساله اللي لازم بعض اللاعبين يفهموها، فدي جزئيه غايه في الاهميه. اتمنى ان يكون في عقوبات، تمام، طبقا للائحه لاي حد خرج عن النص من اي نادي من الانديه، فلجنه الانضباط عليها دور كبير جدا لازم ان هي تشتغل بغض النظر عن تقرير الحكم، فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل ومن غير اي توازنات، لان دي جزئيه غايه في الاهميه. دي كانت بعض الاخبار اللي في ترند الاهلي، خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا